الأجواء الأمريكية، يبدو أن شركة دلتا الأمريكية الخاصة بالطيران تستحدث درجة للركاب أقل من الاقتصادية. والخبر نقلته صحيفة إيكونوميست الأمريكية، ومفاده أن شركة دلتا الأمريكية تعمل على إضافة درجة أدنى من الدرجة الاقتصادية وتسمى بالدرجة الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن السبب المعلن وراء استحداث هذه الفئة الجديدة هو جعل أسعار التذاكر في متناول مختلف الفئات، فيما يرى البعض أن هدف الشركات هو زيادة إيراداتها بأي شكل من الأشكال، وذلك لأن هذه الدرجة الأخيرة ستكون غير مريحة بالتأكيد، لدرجة أن المسافرين وبعد أن يكونوا قد دفعوا ثمن التذكرة قد يطلبون تحويلهم إلى الدرجة الاقتصادية، ما يعني أن الفارق بين الأسعار بين الدرجتين قد يزيد من الأسعار ولن يخفض فيها. جيد جدا، شكرا لك فاتحة على كل هذه المعلومات.